السطر الواحد الذي أشار إليه يريد أن يشير إلى أسفار العرفاء والسلاك إلى الله. هذا المطلب وهو أن الأسفار هي أربعة، نحن أشرنا إليه مفصلا في أول أبحاث الأسفار الجزء الأول، هناك مفصلا بينا بأن الأسفار الأربعة التي سمى صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه كتابه بهذا الاسم، هذا إنما هو على ما للعرفاء من السلوك والسفر إلى الله سبحانه وتعالى، وليس كما توهمه بعض المستشرقين بأن الأسفار الأربعة الأسفار جمع السفر، لا، الأسفار جمع سفار، وليس المراد منه أيضا السفر المادي الذي كان يقوم بها الرحالة والمؤرخون كابن بطوطة وأمثال هؤلاء، لأن هؤلاء بعض الغربيين هكذا كتبوا أن صدر المتألهين له كتاب بعنوان سفرنامة من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه الأسفار لابن بطوطة وأمثاله، لأنهم فقط قرأوا العنوان وإلا لم يقرأوا المحتوى. لا، هذا السفر، هذه الأسفار جمع سفر أولا، وهو السفر المعنوي للمادي ماذا؟ ثانيا. حتى ما هي هذه الأسفار الأربعة؟ عناوينها هذه، العنوان السفر الأول، السفر من الخلق إلى الحق. السفر الثاني، من الحق إلى الحق بالحق. السفر الثالث، من الحق إلى الخلق بالحق. السفر الرابع، من الخلق إلى الخلق بالحق. هسه أنتم عندما تنظرون إلى هذه الأسفار الأربعة التي هي للعرفاء وللسلاك إلى الله سبحانه وتعالى، تجدون أن الأول والثالث متقابلان، وأن الثاني والرابع ماذا؟ متقابلان. السفر الأول من الحق، من الخلق إلى الحق، بخلاف السفر الثالث فإنه من الحق إلى الخلق، فهما متعاكسان. ومع وجود هذا الفارق، وهو أن السفر الأول ليس معه بالحق، ولكن في السفر الثالث يوجد معه ماذا؟ بالحق. وكذلك الثاني والرابع فهما أيضا متعاكسان، فإن السفر الثاني من الحق إلى الحق، المبدأ هو الحق والمنتهى هو الحق، بخلاف السفر الرابع فإن المبدأ هو الخلق والسفر أيضا ماذا؟ هو الخلق، بلا وجود فارق، لأنه السفر الثاني بالحق والسفر الرابع أيضا بالحق. هسه إذا تريدون نكتفي بهذا المقدار، احنا ما عدنا مانع، وتريدون شوي نوضح وإن كان تفصيله موكول بعد إلى أبحاث الأسفار، أيضا ما عدنا مانع. إذا تريدون نوضحها إن شاء الله بكرة احنا فد مقدار ولو نصف درس نبين خصوصيات هذه الأسفار الأربعة التي جاءت أيضا فد مقدار إشارة إليها في كتاب حاشية الآملي على المنظومة.